بالتأكيد، وهو نقل لمختلف الأحداث في مختلف مساحاتنا السودانية، وننقل النبض الحياتي. في الأربعاء المقبل بعد غد إن شاء الله ستخرج جامعة كراري مجموعة من الدفعات من كلية التقنية. الحديث حول الدفعات المخرجة ومجموعة الأنشطة والبرامج المصاحبة لهذا التخرج، سعداء أن يكون معنا العميد مهندس أمير سليمان، مساعد عميد كلية التقنية بجامعة كراري. مرحبا بك وصباحك خير. صباح النور والف مبروك لكل الدفعات. الله يبارك فيك سعادة العميد، هبابك عشرة. الله يبارك فيك. الله يسلمك. في البداية نشكر تلفزيون الشروق على استضافته لنا لإلغاء بعض الضوء على كلية التقنية جامعة كراري والتعريف بتخصصاتها وأقسامها والمتخرجين يوم الأربعاء بإذنه تعالى. كلية التقنية يعني أنشئت في مطلع ثمانينات القرن الماضي باسم معهد القوات الجوية، هو لترفد القوات الجوية بفنيين لإصلاح الطائرات العاملة في القوات الجوية. ومن ثم تطورت الفكرة في العام 94 ليتم تحويلها لكلية التقنية لتشمل تأهيل وإعداد تقنيين لكل وحدات القوات المسلحة لمختلف فروعها وأسلحتها. وبعد ذلك تطورت المسألة، بعد تحولت إلى جامعة لتبدأ القبول في العام 2010 بعد إجازة قانونة من قبل المجلس الوطني، ومستمرة حتى الآن. نعم. طيب نحن لو سألنا يعني هل كل اللي بيقدموا في الكلية هم حيتخرجوا عسكريين؟ لا، في البداية كان كل اللي بيقدموا للكلية كان فقط محصور على العسكريين فقط. وبعد الزيادات المضطردة بالنسبة للمتقدمين والممتحنين من الشهادة السودانية، رأت الجامعة إنه ينشأ فرع مدني يتم فيه القبول على النفع الخاصة، ويخصص جزء من هذا الفرع لأبناء العاملين بالقوات المسلحة، يعني تحدد نسبة، هذه النسبة يتم فيها قبول أبناء العسكريين مجانا. والحديث عن الخدمة للقوات المسلحة ومن العاملين أو المعاشين من ضباط وضباط. الحديث عن التقنية عموما، نحن الآن بنتحدث عن شكل مواكب، أصبح العالم كله بيتجه لموضوع التكنولوجيا بشكل خاص والتقنيات المختلفة. خلينا برضو نتكلم في إطار المواكب، الأقسام المختلفة الموجودة لهذه الكلية يمكن أنه ترفد أشكال مختلفة للقوات الجوية زي ما ذكرتها، القوات عموما وللسودان في الإطار التقني والإنتاج عموما. طبعا هذه الكلية يعني معتمدة أساسا على أنه تخرج تقنيين مؤهلين يعني عمليات الإصلاح والإدامة وكذلك الابتكار، يعني لصناعة بعض قطع الغيار قد لا تتوفر لنا نتيجة لبعض الحصار وكده، زي ما موجود عندنا في التصنيع الحربي اللي هو التقنيين بتاعنا احنا بنرفضهم برضو، جزء منهم يكونوا عاملين في التصنيع الحربي بمصانع مختلفة، سواء كان مصانع الذخيرة أو مصانع صيانة الطائرات في الصافات أو الزراعة وغيرها من مواقع التصنيع. فكل هؤلاء خريجين من كلية التقنية. إذا جينا أقسام مختلفة، يعني لو جينا راجعنا هذه الأقسام بنلقى نبدأ من ناس الكهرباء والعداد الطائرات والراديو والرادار وهيكل ومحرك طائرات ميكانيكا الدروع وتسليح الطائرات وتقنيات الإنتاج وتقنيات المباني والإنشاءات والتقنيات الكيميائية، ودي الناس اللي بيخشوا لنا في بعد ذاك مصانع الذخيرة ولا غيره، وكذلك تقنيات الحاسوب وتقنيات التبريد والتكييف وتقنيات المعلومات نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية والتقنية البحرية والدفاع الجوي وتقنية السيارات وتقنية المساحة وتقنية الاتصالات والتوصيلات الكهربائية والإمداد الفني، دي كلها تخصصات موجودة. وكذلك يعني بنطمح إنه في بعض الحاجات تم إجازتها أو برامج اللي هو من ضمنها برنامج
تقنية الهندسة الطبية. نعم. لأنه دي واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا في السلاح الطبي، إنه صيانة المعدات الطبية. المعدات الطبية مشكلة كبيرة. مشاكل كبيرة. نعم. نعم. فلذلك هسي برضه في دارين ننشي هذا التخصص ليتم برضه صيانة ومعالجة هذه المعدات. نعم. من قبل ساعتك الخريجين. الخريجين اللي ممكن يشتغلوا في الشغل يعني لازم ينضموا للقوات المسلحة، ولا ممكن الخريج بعد ما يتخرج هو عنده حرية؟ الخريجين المدنيين نعم ديل اصلا نحن يعني الا اذا حصلت حوجه ماسه ممكن نستوعب جزء منه، لكن اصلا هم لهم الخيار بعد ذاك، لهم الخيار بعد ذاك. اما العسكريين ديل فاساسا طوالي بيكونوا بنوزعهم على وحدات القوات المسلحه. وبتوزعوا ضباط ولا كفنيين؟ بيتوزعوا كفنيين، بيتخرجوا كرغبه تغنين يتدرجوا في الوظائف لحد يوصلوا رتبة الملازم بعد. نعم. يعني بيلبسوا هاي بيلبسوا فاتي يعني. من 2010 لحد الآن نتكلم عن 9 دفعات في التقنية. خلينا مباشرة نتكلم عن التخرج بعد غد، البرنامج للتخرج والدفعات المتخرجة. نعم. الدفعات المتخرجة اللي هو يعني فادنا في البداية إنه نتكلم إنه كل الخريجين هم من كلية التقنية وكلية التمريض. كليتين. طبعا كليتين. اللي هو عندنا تغنيين من كلية التمريض وتغنيين من كلية التقنية. فالخريجين من كلية التقنية اللي هم الدفعة 27 والدفعة 28 تغنيين، وديل اللي هم في التخصصات التالية عندنا. في مجموعة من التخصصات عندنا كهرباء وعدادات وراديو ورادار طائرات واتصالات وكهرباء عامة وحاسوب. نعم. في تخصص الميكانيكا عندنا هيكل ومحرك وأدرو وآليات ثقيلة ومدنية وتسليح طائرات ونظم معلومات محاسبية وإدارية. كذلك برضه عندنا في الدفعة 28 في عدادات طائرات راديو ورادار اتصالات صواريخ حاسوب، كذلك ميكانيكا الهيكل ومحرك طائرات والدرو والآليات الثقيلة. فعندنا كمان مدنية إنشاءات وتصليح طائرات ونظم معلومات محاسبيه واداريه. ده بالنسبه للدفعه 28. بالنسبه للدفعه 4 و5 طبعا كليه التمريض انشات عام 2008. نعم. يعني بعد كليه حديثه. فعندنا الدفعه 5 تمريض والدفعه 4 محضري عمليات. نعم. وكذلك برضو الكليه بيجونا ناس مبعوثين، اللي هو عندنا طلاب جايين من كليه الشرطة بندرسهم برضو طيران عشان يمشوا طيران الشرطة، وكذلك طلاب من دولة جيبوتي بيدرسوا معانا برضو هنا. يعني كان عدد من الدفعات الصعبة، حتى اليمن كان بيبعثوا لنا طلاب، لكن نتيجة لظروف الحرب. نعم. القصة دي هسي وقفت. وقفت. عندكم فرصة يعني الطلاب غير السودانيين ممكن يقدموا؟ نعم بيجوا مبعوثين، لكن من دولهم. من دول يعني دولهم هي اللي بترشحهم لكم؟ دولهم بترشحهم بدون كمبعوثين. نعم. برنامج التخرج يعني الاربعاء ان شاء الله حيكون التخرج لمختلف الدفعات. نعم. اللي ذكرتها في كليه التقنيه والتمريض. نعم. خلينا نتكلم عن البرنامج نفسه. البرنامج يعني هيبدا في الصباح الباكر بطوابير التخريج وكلمه كلمه السيد عميد كليه التقنيه وكلمه ضيف الشرف اللي حيكون ان شاء الله حضورا في ذلك اليوم من هيئه القياده او هيئه القياده بالنسبه للقوات المسلحه، اللي هو حيشرف ذاك الحفل برضه بتكون عنده كلمه. وبعد ذاك بيستمر برنامج حتى المساء، اللي هو بعد ذاك طبعا البرنامج المسائي اللي هو الحفل بتاع التخرج استلام الدرجات العلميه بالنسبه للطلاب الخريجين. نعم. اعداد اعداد الطلاب بالنسبه للدفعه 27177 طالب و 28196 طالب. طيران الشرطه عندنا 4 طلاب، وجيبوتي عندها طالب واحد، والتمريض والتقدير 58 طالب، كل المتخرجين 436 طالب. نعم. ده كلهم اللي حيتخرج ان شاء الله. نعم. الاربعاء. خلينا بما انه احنا بنتكلم عن كليه تقنيه، وزي ما ذكرنا انه العالم كله بقى متجه للجانب التقني. فالجانب التقني بيعتمد في المقام الاول على الممارسه والتدريب وغيره. فخلينا برضه نتكلم عن تاهيل الكليه التقنيه في مختلف اقسامها لاخراج كادر ممكن يكون هو مؤهل في اطار الممارسه واداء العمل كمان. الكليه التقنيه حسب النظام هو البرنامج بتاع الدراسه فيها
انه 40% متروكه للجانب النظري و60% للجانب العملي، حتى يعني الطالب يكتسب مهاره ويكتسب التقنيه عاليه في اداء بعدين المهام بتاعته. بعد ذاك في نهايه يعني احنا بندرس 5 فصول دراسيه، والفصل السادس بيكون تدريب على راس العمل. يعني بعد ذاك بنخلي الطالب في الفصل السادس بنوزعه على وحدات عسكرية أو مصالح حكومية عشان يمارس المهنة اللي احنا درسنا له. نعم. طيب سعادتك، يعني كلنا شايفين يعني أدوار كبيرة بتقوم بها المرأة، يعني المرأة الآن احنا لو عيننا كده بنلقى فيه شغل كبير بتقوم به صراحة. نعم. ما عشان تيسير ينبي يعني. نعم. لكن دي الحقيقة. هل عندها فرص في الكلية دي ولا مقصور على الرجال؟ عندها فرص. عندها فرص؟ في الكلية بتاعت التمريض والكلية بتاعت لكن في القبول الخاص. نعم. عندها فرص. عندها فرص. في القبول الخاص عندها فرص. أما بالنسبة للقبول العسكري، بالنسبة للتقنيين الهندسة، يعني لحد الآن ما أدخلت ما أتيحت فرص للمرأة، لكن في القبول الخاص. الخاص عندها فرص، وكذلك في فتحت الفرص بالنسبه للتمريض والغباله وكده، اللي هو ده التخصصات الموجوده في كليه التمريض، اللي هو عندنا التخدير والتمريض. دي عندها فرص فيه. عندها فيها فرص. نعم. ودبلوم التخدير والغباله، ودبلوم ملاحظي الصحه وصحه البيئه. كذلك برضه عنده دبلومين ثاني هيبدا غريب ان شاء الله، دبلوم الصيدر ودبلوم الاسنان، اللي هو ديل من ضمن كليه شنو؟ التمريض. فالمراه عندها فرص هناك. وعلى وكذلك على مستوى الاداري، يعني هسه عميد كليه التمريض اللي هو الدكتوره حياه. نعم. حتى على مستوى الاداره اللي هي نعم. عميدة كلية التمريض. نعم نعم. جانب آخر، بما أنك مساعد لعميد الكلية التقنية، إحنا دائما بنتكلم في جانب إعداد الكادر، في جانب المناهج كمان. نعم. المناهج المدرسة في كلية التقنية هي نفس المناهج الموجودة لكليات التقنية السودانية أم مناهج خاصة؟ نفس المناهج بالنسبة للتخصصات الموجودة في الجامعات والمعاهد، ويتم تجديدها يعني حسب، يعني طبعا شغالين حسب لوائح التعليم العالي، انه المناهج دي يتم تجديدها كله من 3 إلى 5 سنوات حتى تكون مواكبه للتطور الثاني اللي بيحصل في العالم. وعندنا تخصصات خاصه اللي هو ما يتعلق بالطائرات مثلا او الدروع او كده، دي طبعا تخصصات ما موجوده في الجامعات، لكن بنعد المقررات بتاعتها وبرامجها برضه حسب لوائح التعليم العالي، بان الساعات المعتمده تكون بعدد معين، وكذلك التدريب يكون بمستوى معين حتى يعني يتخرج الزول ده مهل. نعم ده كلام سليم. سعادتك في اقبال على الكليه؟ يعني من منذ الانشاء لغايه الان انت ملاحظ في اقبال، واي كليات فيها اقبال اكبر؟ والله الاقبال طبعا كبير كبير بالنسبه للقبول في الكليه في الاونه الاخيره، بس لانه احنا التقديم بتاعنا مرات بيبدا في زمن الناس بيكون اوريدي شغالين خشوا جامعات ثانيه او كده، اول معينات بتاخذ زمن. في الفتره الاخيره بقى عدد الطلاب يعني بالناقه، خاصه في الهندسه، لانه احنا بنحتاج لعدد كبير في تقنيه الهندسه، يعني مرات ما بنلقى العدد المطلوب، لانه برضه احنا بنحتاج لمواصفات، يعني هندسه دايره يعني ما يزول. نعم. كذلك لكن في المجال نظم المعلومات الاداريه والمحاسبيه يعني بيجينا اعداد كبيره جدا. نعم. اعداد كبيره جدا، يعني احنا بنقدر ناخذ احسن ناس مميزين فيه بنقبلهم، لانه قبولنا بالنسبه لهم ذاته عدده ما كبير، يعني بناخذ في حدود 100 طالب بالنسبه للمعلومات الاداريه والمحاسبيه، يعني بيجونا اكثر من 2000 طالب بنختار منهم. دي فرصه كويسه على النسب وعلى المهارات وغيرها. فخلينا كمان نحن في ختام اللقاء ده نذكر بالتخرج الاربعاء والبرنامج لكل اللي بيشاهدونا. نعم ان شاء الله. الزمن والمكان. الزمن والمكان اللي هو الساعه 8 صباحا في جامعه
كلية الثانية هنا بأستاذ كلية الهندسة في كرري. نعم. بنحييك عميد مهندس أمير سليمان مساعد عميد كلية التغنية بجامعة كرري، وبنشكرك كثير وبنحيي كل الطلاب. أنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وعلى هذه الاستضافة يعني خلتنا ألغينا بعض الضوء وعرفنا بكلية التغنية. نعم. يعني سائلين إنه يكون عندنا في هذا العام هنا إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بالكلية، ويكون يتعرفوا على كليات أو تخصصات هذه الكلية. نعم. شكرا لك جزيلا، ومبارك لكل الدفعات المتخرجة الأربعاء إن شاء الله.